اكو طفله عندها مناشده، امها تحدثت، خلي اشوف مناشدتها. للاعلامي انور الحمداني، انا اختك من محافظه الانبار. بنتي ازل مصابه بمرض ضمور العضلات الشوكي النوع الثاني، وعلاجها عباره عن حقنه اسمها زولجينزمه، لكنها باهظت الثمن وتفوق امكانياتنا. اللي اترجى منك انه توصل صوتي لحكام الامارات وحكام قطر والجهات المعنيه، لانه العلاج متوفر فقط في مستشفى الجليله في دوله الامارات، ومتوفر في دوله قطر ايضا. اتمنى منك انه توصل صوتي للجهات المعنيه، وانه تعتبر هذه بنتك. احنا بلشنا بالمراجعات لما عرفنا بازل مصابه بمرض ضمور العضلات الشوكي، ذهبنا الى وزاره الصحه وبلشت المعاناه من هاي الغايه. يعني انه رحنا لوزاره الصحه وظلينا انه ناشد ونريد انه احد يوصل صوتنا، بس يعني الوزاره تقول احنا ما نتكفل مبالغ هيك ضخمه. الحالات اللي يمكن تتبناها وزاره الصحه هي فقط 5 شدات مو اكثر، ومرض ازل تكلفته يعني جدا باهظه. فاني اللي اريده منك انه توصل صوتي للناس الخير. والله يا اختي الله يبارك بيك ويحميك ويحفظك ويحفظ بنتك ويقومها بالسلامه. انا حقيقه يعني ما ادري صراحه، ما عندي ذيك المعرفه الطبيه اللي تقيم قيمه هذه الابره شقد، ووين ليش ماكو مركز متخصص بالعراق بهذا الشيء. لكن هي غاليه على العراقي؟ والله مو غاليه على العراقي. يعني انا افتخر واعتز بكل اشقائنا العرب. يعني انت طالبتيني ان اتوجه لاخوتنا في قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، او اخوتنا بالامارات سمو الشيخ محمد بن زايد، وكل اشقائنا. لكن يعني لازم اول شيء اسال بالعراق. يعني بالعراق صعبه اخي ابو هيا رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحه ما اعرفه، حتى لو عارفه ما ارد اذكره. وزير الصحه منو هذا؟ من يعرف اسمه؟ زميل مخرج منه الدكتور علي اللي يذكروا لي اسمه. يعني صعب نوفر هيك شيء، ليش اشقائنا في الامارات قدروا يوفروها والنعم منهم وكفوا منهم، وليش اخوتنا بقطر قدروا يوفروها والنعم منهم وكفوا منهم، وهم يعني شعبهم يعني ان شاء الله ما يحتاج هذا الشيء، لكن احنا كشعب مر بظروف الحروب والحصارات والدمار والارهاب، صارت بها كذا امراض، واليورانيوم المنظم وغيره. لكن يعني هي صعبة؟ يعني والله مو صعبة. يعني اليوم من أقرأ خبر، مع الاحترام للقضاء العراقي الموقر، يروح يتبرع لبنان ب$400,000، ثاني تبرع خلال 3 أشهر. نتبرع للقضاء اللبناني؟ طب على يا باب نتبرع للقضاء اللبناني؟ ليش هو القضاء العراقي، مع الاحترام لقضائنا وكل التقديس إله لأنه يمثل عدالة الله على الأرض، منين للقضاء العراقي فلوس يتبرع؟ غير تتبرع الدولة ممثلة بوزارة المالية. هيك نفتهم أنا يا عمي، أنا هم مستشار قانوني، خو ما جايكم من زرف الحائط، بس ماكو هيك حكي. يعني شلون القضاء يتبرع ب 400,000 دولار؟ ولو دكتور علي نسى يجيب لي الخبر بالكامل، كان قريته عن موجود على الجديد اللبنانية. 400,000 دولار منين؟ 400,000 دولار ما بيها مجال نوفرها للمحتاجين العراقيين. والله يا عمي عيب، والله يا عمي عيب، رجع زمن اخر، والله وسفه، والله عيب. بس والله انا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى اللي يسمعك من الخيرين اللي يقدر يستجيب لك، او اشقائنا في دوله قطر ودوله الامارات العربيه المتحده متفضلين اذا قدروا على هذا الموضوع، يعني الله يبارك بهم.